تمير البرودكشن. ليكتشر 52، الاوبجكتيفز بتاعتنا هتبقى describe the phases of the uterine cycle, know the functions of ovarian hormones, estrogen and progesterone, understand the control of ovarian functions, understand puberty and menopause. اليوترين سايكل او المنسترال سايكل بنقول ان هي تغيرات بتحصل في الاندوميتريوم، تغيرات شهرية بتبقى مصاحبة للتغيرات اللي بتحصل في على مستوى الافراز بتاع الاستروجين بروجسترون باي ذا اوفريز. احنا اتفقنا في المحاضرة اللي فاتت ان الاستروجين بيبقى سكريتد في الفيرست هاف اوف ذا سايكل، والنص الثاني من السايكل بيبقى سكريشن في سكريشن للبروجسترون. اليوتراين سايكل بتبقى الديوريشن بتاعتها 28 يوم تقريبا بلس اور ماينس 7 دايز. النمبرنج بتاعها بيبقى من الاول يوم في المنسز، اول يوم في المنسز هو داي 1، يبقى داي 1 في اليوتراين سايكل او المنسترال سايكل. المنسترال سايكل بتبتدي عند البيوبرتي وبتقف عند المينوبوز، being interrupted only by pregnancy or disease، يعني بتقف بس لما يحصل بريجنسي او يكون في ديزيز ممكن معين بيعمل ستوبج لليوتراين سايكل او المنسترال سايكل. الفيزز بتاعت المنسترال سايكل بتبتدي بفيز 1 اللي هي منسترويشن، الديوريشن بتاعتها بتبقى من 3 ل 5 ايام، ممكن تقل خالص تبقى يوم وممكن تزيد لغاية 8 ايام في النورمال وومن. السبب بتاعها بنقول ان لما بيحصل كوربس لوتيام ديجنريشن، الكوربس لوتيام ده كان بيطلع الاستروجين والبروجسترون، البروجسترون طبعا بكميات كبيرة والاستروجين بكميات اقل. لما بيفقد اليوترس او الاندوميتريوم الهرمونال سبورت بتاعه ده، لما بيحصل ديجنريشن للكوربس لوتيام فبنفقد الاستروجين والبروجسترون، فالوذرول اوف ذيس هرمونز بيحرم اليوترس من الهرمونال سبورت بتاعه. ذا فول ان ذا اوفيريان هرمون ليفلز اولسو ريليز ايترين بروستاجلاندين. يبقى السبب الاولاني قلناه ان هو فقدان الهرمونال سبورت بتاع الاندوميتريوم اللي هما البروجسترون والاستروجين. السبب الثاني ان الهرمونال اللي هرمون الفيريان هرمونز دي لما بتقل بيطلع حاجه اسمها بروستاجلاندين. البروستاجلاندين هنا فازو كونستريكتور، اللي بيطلع في الاندوميتريوم فازو كونستريكتور، بيعمل فازو كونستريكشن للاندوميتريال فيسلز والنكروزس ليها. الاندوميتريوم لايننج بيحصل له سلافس اكسبت فور ا ثين لاير فروم ويتش ذا اندوميتريوم ريجنريت، يعني الاندوميتريوم بيقل بينزل خالص او بيحصل له سلافنج ما عدا جزء صغير خالص بيحصل منه ريجنريشن للاندوميتريوم. البروستاجلاندين بتعمل حاجه كمان، بتعمل مايلد ريزميك يوتراين كونتراكشنز. المايلد ريزميك يوتراين كونتراكشنز دي بتعمل اكسبيلنج للبلد والاندوميتريوم ديبرس فروم ذا يوتراين كافيتي او ثرو ذا فاجينا. يبقى البروستاجلاندين استعمل ستيميوليشن للمايلد ريزميك يوتراين كونتراكشنز. These contractions help expel of the blood and endometrium debris from the uterine cavities out through the vagina. Normal menstruation is characterized by the average blood loss بيبقى 50 to 150 ml. البلود كلوتس بتبقاش موجودة في المنسترال بلود فلو. ليه؟ بيبقى عندي في حاجة في اليوترس اسمها فايبرينولايزين بتعمل لايسز لأي بلود كلوتس ممكن تحصل. اذا كانت المنستريشن بروفيوز فالبلود كلوتس ممكن تتشاف، لان ما بيبقاش فيه سفيشنت اماونت اوف فايبرينولايزنز ليه للبلود لما يبقى بروفيوز. لارج نمبر اوف ليكوسايتس ار فاوند ان ذا منسترا فلو، بنسميها ليكوريا. ليكوريا يعني كميه كبيره من الوايت بلود سيلز بتبقى موجوده في المنسترا بلود. الوايت بلود سيلز دي بتلعب دور مهم في حمايه الاندوميتريا من الانفكشن. فيز 2 بروليفراتيف فيز بنسميها استروجين فيز كمان، بتبقى under the effect of estrogen secreted from the growing ovarian follicles، يبقى تحت تأثير الاستروجين اللي بيتفرز من النص الاولاني من السايكل. بتبتدي الديوريشن بتاعتها من ايه؟ من اليوم الخامس بعد نهاية المنستريشن اليوم الـ14. It begins from the end of the menses until ovulation. الovulation اتفقنا بيحصل في اليوم الـ14. ايه اللي بيحصل في الاندوميتريوم؟ الاندوميتريوم ستارت تو ريبير، بيبتدي الاندوميتريوم يتصلح بعد ما حصل له هدد وبقى جيت اوت ثرو ذا فاجينا. سين لايرز بس هي اللي بقت علشان يحصل منها الريبير او ريجينريشن، فبيبتدي يحصل ريجينريشن في بروليفراتيف فيز اندر ذا افكت اوف استروجين.
اول حاجه في السيرفيس ابسيليوم بيحصل ري ابسلايزيشن اند بروليفريشن اوف ذا اندوميتريال سيرفيس اوكير ويزن 4 تو 7 دايز، يعني في اول من 4 لـ7 ايام بيحصل ري ابسلايزيشن اند بروليفريشن اوف ذا اندوميتريوم سيرفيس. اليوتراين جلاندز تبتدي يحصل لها elongation بس ما بيبتديش فيها السكريشن. النيو بلاد فيسلز ار فورمد، بدل اللي حصل لها نيكروزس وسلافنج بتبتدي يتكون عندي نيو بلاد فيسلز. الاندوميتريوم سيكنس بيوصل من 3 ل 4 مليمتر due to proliferation of endometrial stromal cells, glands and blood vessels. يبقى الاندوميتريال سيكنس greatly increased من 3 ل 4 مليمتر thick due to proliferation of endometrial stromal cells, glands and blood vessels. طيب الفيز اللي بعد كده السكريتوري فيز اللي هي بروجستيشنال فيز، الديوريشن بتاعتها بتبتدي من يوم ال14 لغايه اليوم ال28 لغايه البيجينينج اوف ذا نيكست منسترال فلو، يعني نهايه السكريتوري فيز تبتدي السايكل تاني تتعاد من اول وجديد وتبتدي بالمنستريشن. تبقى مين اللي اندر ذا افكت اوف بروجسترون اللي بيطلع من الكوربس لوتيوم؟ ان اديشن تو ذا استروجين which are secreted in large quantities by the corpus luteum. يبقى السكريتوري فيز بتبقى mainly under the effect of progesterone و to less extent under the effect of estrogen اللي بيطلعوا من الكوربس لوتيوم. الاندوميتريال تشينجز بيحصل ايه في الاندوميتريال؟ من اسمها secretory phase بيبتدي يحصل secretion في الجلانز، بيبتدي يحصل secretion في الجلانز. اليوترين جلانز become coiled tortuous and full of secretory substances. Become coiled, tortuous and full of secretory substances. The blood vessels becomes highly tortuous. Highly tortuous. بتتملي بالblood. The lipid and glycogen deposits increase in the stromal cells. عشان اسمها secretory phase. The endometrial thickness بيوصل من ممكن يوصل لغاية 8 مليمتر. من 5 ل 8 مليمتر. الفكرة اللي قدامنا ده بيورينا التشينجز اللي بتحصل في الجونادوتروبيك هرمون ليفلز اثناء الاوفيريان اند يوتراين سايكل، الفوليكل تشينجز ديورينج اوفيريان سايكل، الاوفيريان هرمون ليفلز، الاندوميتريال تشينجز ديورينج ذا يوتراين سايكل، الفيزز اوف ذا يوتراين سايكل، والبيزال بودي تمبريتشر. لما نبص على الاندوميتريال تشينجز ديورينج يوتراين سايكل بنلاقي اول فيز عندنا، اول فيز عندنا اللي هي المينسز اللي هي اول 5 ايام تقريبا في اليوتراين سايكل او الاندوميتريال سايكل، تبقى اندر ذا افكت اوف ايه وذرول، او بتحصل بسبب الوذرول اوف هرمونز اللي هم نتيجه الكوربس لوتيوم دي جنريشن، وبيطلع عندي البروستاجلاندين اللي هو بيعمل سلافينج ونكروزس للبلاد فيسلز، وبيحصل مايلد ريزميك يوتراين كونتراكشنز فبتعمل اكسبيلنج للبيتراين ديبريس او الاندوميتريال ديبريس والبلد. فيز اللي بعد كده البروليفراتيف فيز بتبقى اندر ذا افكت اوف استروجين، الاستروجين اللي هو طالع من الجروينج اوفيريان فوليكلز، بيبتدي يحصل بروليفريشن للاندوميتريوم ويحصل ريجنريشن للاندوميتريوم. الفيز اللي بعد كده السكريتوري فيز بيبتدي يحصل في الاندوميتريوم تشينجز نتيجه للسكريشن بتاع البروجسترون والاستروجين من الكوربس لوتيوم، بيحصل سكريتوري تشينجز، بيبتدي يحصل سكريشن في الاندوميتريال جلاندز وتبتدي فيلد ويز سكريتوري سبستانسز، والجلاندز بيحصل لها الانجيشن وتورشوس وفيلد ويز سكريشن، البلاد فيسلز بيحصل لها بتبقى تورشوس، وبيبقى في جلايكوجين اند ليبيد ديبوزيتس ان ذا ايه ان ذا تراين جلاندز ان ذا ستروما. الاوفيريان هرمونز، اول واحد هنبتدي في الاوفيريان هرمونز عندنا تو هرمونز الاستروجين والبروجسترون. هنبتدي بالاستروجينز، الاستروجينز دول ثلاث حاجات ثلاث انواع موجودين في الفيميل، في نوع اسمه استراديول، في نوع اسمه استرون، في نوع اسمه استريول. The most important is for the estrogen is estradiol وهو ده اللي بيبقى secreted during the ovarian cycle. The site of secretion بتاعه في النون بريجننت فيميل الاستروجين ده بيبقى secreted بالسيكا انترنا والجرانيولوزا سيلز زي ما قلنا قبل كده of the growing follicles.
ويبقى سكريتد كمان بالكوربس لوتيام ومينيوت اماونتس اوف بار فروم ذا ادرينال كورتيسز ان بريجننت فيميل استروجين ار سكريتد باي ذا بلاسينتا. السكريشن بتاعها، السكريشن بتاع الاستروجين بيبقى during the menstrual cycle في two peaks للسكريشن، بيك before ovulation وبيك في الميد لوتيال فيز. just before ovulation ممكن ترجعوا للفيجر وتشوفوا التو بيكس دول. just before ovulation it is secreted from the ceca interna and granulosa cells from mature graafian follicles. يبقى قبل الاوفيوليشن على طول في بيك للاستروجين سكريشن، بتبقى سببها ان بيطلع من السيكا انترنا والجرانيولوزا سيلز اوف ذا ماتيور جرافيان فوليكل. في الميد لوتيال فيز يبقى سكريتد بالكوربس لوتيام، بس السكريشن هنا بيبقى اقل وبيبقى لونجر ذان ذا بري اوفيولاترو بيك. يبقى البيك الثانيه بتبقى اقل وبتبقى اطول من البري اوفيولاتوري بيك. الفانكشنز اوف استروجين، اول حاجه على البرايمري سكس اورجنز اللي هي الاوفرز، بيعمل ايه في البرايمري سكس اورجانز؟ بروموتس جروث اوف اوفيريان فوليكل باي انكريزينج نمبر اند سايز اوف ذا فولليكولار سيلز. بروموتس جروث اوف ذا اوفيريان فوليكلز باي انكريزينج نمبر اند سايز اوف ذا فولليكولار سيلز. تاني حاجه اسينشال فور اوفيوليشن اند كوربس لوتيام فورميشن، ودول قلناهم في المحاضره اللي فاتت. تاثير الاستروجين على السكندري سكس اورجانز، عند البيوبرتي increased estrogen secretion بيعمل rapid growth و enlargement للوترس والفالوبيان تيوبس والفاجينا. هنمسك جزء جزء من دول او عضو عضو من دول ونشوف الافكت بتاع الاستروجين عليه. على اليوترس الاندوميتريوم بنقسمها الاندوميتريوم ومايوميتريوم. على الاندوميتريوم الاستروجين بيعمل proliferation of the endometrial stroma glands blood vessels during the proliferative phase، عشان كده مسمينها proliferative phase عشان بيحصل فيها proliferation of the endometrial stroma glands and blood vessels together with the progesterone induce endometrial changes during secretory phase of the endometrial cycle او the uterine cycle. على الميوميتريوم increase the uterine blood flow increase the amount of uterine muscle and contractile proteins، بيخلي الميوميتريوم مور اكسايتابل اند مور سنسيتيف تو اوكسيتوسين، بيخلي الميوميتريوم مور اكسايتابل ومور سنسيتيف للاوكسيتوسين. ده بالنسبه لافكته على الافكت بتاعه على اليوترس. على السيرفكس بيعمل السكريشن، بيخلي السكريشن بتاع السيرفكس سين الكالاين سيرفيكال ميوكاس السكريتد. يبقى على السيرفكس الاستروجين كريز السكريشن اوف سين الكالاين سيرفيكال ميوكاس. على الفالوبيان تيوبس increase the motility of the tube increase the activity and the number of the cilia which help propel the ovum. يبقى increase the motility of the tube increase the activity and the number of the cilia which help propel the ovum. يعني السيليا دي لما يزيد النشاط بتاعها بتعمل ايه؟ بتمشي الاوفم في الفالوبيان تيوبس لغايه ما توصل لغايه ايه؟ اليوترس. وبرده increase motility of the tube عشان توصل الاوفم للايه؟ اليوترس. الفاجينا بيغير الابيثيليوم من كيوبويدال انتو ستراتيفايد، وده فايدته ايه؟ بيبقى مور ريزيستنت للتروما والانفكشن. الافكت في استروجين على البريست responsible for growth of the stroma duct system and the nipples، بيعمل بيجمنتيشن للاريولاز، بيعمل ديبوزيشن اوف فات ان ذا بريست. يبقى على البريست الاستروجين بيعمل growth of the stroma duct system and the nipples pigmentation of the areolas deposition of fat in the breast. طيب على secondary sexual characters في عندنا اربع حاجات هنتكلم عنهم في secondary sexual characters. اول حاجة على hair distribution، التوزيع الهير في الجسم، يبقى less body hair and more scalp hair. يبقى body hair بيقل والscalp hair بيزيد. على السكن يبقى soft and smooth. الفويس بيبقى زي الصوت، بيحتفظ بالصوت الطفولي بتاعه او قبل مرحلة البلوغ. The voice remains in the pre-pubertal stage with high pitched voice. يبقى الفيميل بيبقى الصوت بتاعها high pitched voice نتيجة للاحتفاظ بالايه؟ بالصوت او مرحلة الصوت اللي هي قبل البلوغ.
بتأثير الاستروجين. على البودي شيب بيبقى فيه نارو شولدر، برود بيلفس، دايفيرج ارمز، كونفيرج سايز، اند فادي بوزيشن. ده بنسميه كاركترستيك فيمناين كونتور. الكاركترستيك فيمناين كونتور ده المسؤول عنه الاستروجين في مرحلة ايه؟ في مرحلة البلوغ او مرحلة البيوبرتي. على البون انكريز الاوسيوبلاستيك اكتيفيتي، عشان كده بيزود الجروث ريت ات بيوبرتي. عند البيوبرتي الجروث ريت بيزيد، فبنتيجة للاكتيفيتي بتاعة الاوسيوبلاست بالافكت بتاع الاستروجين. بعد كده بيحصل early closure of the epiphysis، عشان كده طول البنات بيوصل بيقف أسرع من طول الولاد، فبيزي cause early closure of the epiphysis. على الميتابوليزم they have a protein anabolic effect، they increase fat deposition in the subcutaneous tissue, breast, buttocks and thighs. lower the plasma cholesterol level and inhibit atherosclerosis in premenopausal women. lower the plasma cholesterol level and inhibit atherosclerosis in premenopausal women. In electrolyte balance, they increase sodium and water retention. طيب الهرمون التاني اللي هو البروجسترون. البروجستينز عندنا عبارة عن تو هرمونز، البروجسترون و 17 ألفا هيدروكسيل بروجسترون. الموست امبورتنت بروجستينز اللي هو بروجسترون. السايت اوف سكريشن بتاعه بيبقى فين؟ بنقسمهم برضو في النورمال بريجننت فيميل والبريجننت فيميل. النون بريجننت فيميل بيبقى سكريتد بالكوربس لوتيوم زي ما قلنا قبل كده، وفي سمول اماونت سكريتد باي ماتيور جرافيان فوليكل اند ادرينال كورتيسز. زي ما احنا قلنا ان الماتيور جرافيان فوليكل بتطلع سمول اماونتس من ايه؟ من البروجسترون. during pregnancy بقى secreted in large amounts from the placenta. الفانكشنز اوف ذا بروجسترون، اول حاجه على اليوترس، الفانكشن بتاعه البروجسترون على اليوترس. بروموت سيكريتوري تشينجز ان ذا اندوميتريوم دورينج ذا منسترال سايكل. زي ما احنا لسه قايلين ان احنا السيكريتوري تشينجز اللي بتحصل في المنسترال سايكل بتبقى اندر ذا افكت بروجسترون سيكريتد من الكوربس لوتيوم. تاني حاجه ات هيلبس امبلانتيشن اوف ذا فيرتلايزد اوفم اند فورميشن اوف ذا بلاسينتا. بتساعد على الامبلانتيشن اوف فيرتلايزد اوفم والفورميشن اوف ذا بلاسينتا. تالت حاجة decrease the frequency of uterine contractions so helping to prevent expulsion of the implanted embryo. رابع حاجة decrease the myometrium sensitivity to oxytocin، بتقلل الميومتريم sensitivity to oxytocin فعشان كده بتقلل uterine contraction. على السيرفيكس it decrease the secretion of cervical mucus which become thick and viscous and cellular. على السيرفكس it decrease the secretion of cervical mucus which become thick, viscous and cellular. على الفالوبيان تيوب كل ده البروجسترون بيحضر اليوترس للبريجننسي. يبقى في النص الثاني من السايكل بيحضر البروجسترون اليوترس للبريجننسي، علشان اذا حصل بيحافظ على البريجننسي، بنسميه هرمون البريجننسي البروجسترون. In the fallopian tubes increase in mucus secretion necessary for nutrition of fertilized ovum. على اساس الاوفم لو حصل لها fertilization الميوكس بيبقى في الفالوبيان تيوب بيعمل لها nourishment. على الفاجينا thick mucus is secreted and the epithelium proliferate and becomes infiltrated by leukocytes. يبقى thick mucus is secreted and the epithelium proliferate and becomes infiltrated by leukocytes. على البريست البروجسترون stimulates the development of the lobules and alveoli. البروجسترون stimulates the development of lobules and alveoli اللي هو secretory part في البريست. يبقى البروجسترون بيعمل stimulation للdevelopment of secretory part في البريست. thermogenic effect بنقول ان البروجسترون بيزود البادي temperature نص degree في النص التاني من السايكل اللي هي luteal phase. بيزود درجة حرارة الجسم نص ديجري في ايه؟ في النص التاني من السايكل او during the luteal phase. وده كان بيبقى تيست معروف زمان ان هو هتشوف ان اذا حصل فيه ovulation، اذا حصل فيه ovulation فهتزيد درجة حرارة الجسم، فهيطلع هيطلع الكربو، هيتكون عندي corpus luteum،
هيطلع بروجسترون، والبروجسترون يزود درجة حرارة الجسم نص درجة. فزمان خالص كان بيستعمل زيادة درجة حرارة الجسم نص درجة في النص التاني من السايكل، كان بيستعمل اختبار للتبويض أو الأوفيوليشن. على جي اي تي بيقلل الانتستاينال موتيليتي which is responsible for the constipation during pregnancy. يبقى inhibits the intestinal motility which is responsible for constipation during pregnancy. يبقى أثناء الحمل بيحصل constipation نتيجة للإفكت بتاع البروجسترون على intestinal motility. A large doses of progesterone can prevent ovulation by inhibiting FLH secretion. الدوزس العالية من البروجسترون بتمنع التبويض، ودي الفكرة بتاعت حبوب منع الحمل. Large dose of progesterone can prevent ovulation by inhibition of LH secretion. وطبعا ال LH ده هو ال LH surge، هو اللي كان بيعمل secretion لإيه، أو هو اللي كان بيعمل ovulation. ال control of ovarian function، عندي فيه hypothalamic pituitary control. ال hypothalamic control is exerted by gonadotropin releasing hormone secreted into the portal hypophyseal vessels. الهايبوثالاموس تعمل جونادوتروبين سيكريشن لجونادوتروبين ريليزنج هرمون. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون بتوصل الانتيرو بيتيوتري عن طريق البورتال هايبوفيزيال فيسلز، تعمل ستيمليت سيكريشن اوف جونادوتروبين هرمون اللي هم الاف اس اتش والال اتش. نعرف الفانكشنز بتاعه الاف اس اتش، وده تجميع للحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، والفانكشنز بتاعه الال اتش برده تجميع للحاجات اللي احنا تناولناها قبل كده. الفانكشنز بتاعه الاف اس اتش، اول حاجه بيعمل جرانيولوزا سيل بروليفريشن، تاني حاجه الانترال فوليكل ديفلوبمنت، تالت حاجه الاستروجين برودكشن، رابع حاجه اندكشن اوف ال اتش ريسبتور ان ذا دوميننت فوليكل او ان ذا ماتيور فوليكل، خامس حاجه ستيموليت انهيبن سينسز. والانهيبن ده بيعمل له هو بالايه بفيدباك، بيعمل له انهيبيشن للسكريشن بتاع الاف اس اتش. تاني يبقى الفانكشنز بتاعه الاف اس اتش، بيعمل جرانيولوزا سيل بروليفريشن وانترال فوليكل ديفلوبمنت، وزي ما انتم شايفين دي مراحل في نمو الفوليكلز، بيعمل استروجين برودكشن فروم ذا جروينج فوليكل، اندكشن اوف ال اتش ريسبتورز ان ذا دوميننت او ان ذا ماتيور فوليكل، ستيمولييت انهيبن سينسز. الفانكشنز بتاعه ال ال اتش، بيعمل فاينل ماتوريشن اوف ذا جرافيان فوليكل، ال LH surge is responsible for ovulation and formation of corpus luteum. هو final maturation of the graafian follicle. LH surge is responsible for ovulation formation of corpus luteum. ال feedback control during early follicular phase وال mid follicular phase بيبقى فيه negative feedback inhibition. اغلب السايكل عندنا في بيبقى فيها negative feedback inhibition لل A ال FSH، ما عدا قبل الاوفيوليشن على طول من 36 ل 48 اورز بيبقى فيه بوزيتيف فيدباك ستيميوليشن للاف اس اتش والال اتش سيكريشن. طيب يبقى الفيدباك كنترول قلنا ديرنج ايرلي فولكولار فيز، على الرغم ان الاستروجين ليفل قليل بس بيعمل ستيميوليت نيجاتيف فيدباك افكت اون اف اس اتش. ماشي، يبقى في الايرلي فولكولار فيز الاستروجين بيتفرز بكميات بسيطه من الايرلي جروينج فوليكل او من الجروينج فوليكل، بس دي بتعمل نيجاتيف فيدباك افكت اون اف اس اتش. في الميد فولكولار فيز بيبقى في هاي ليفل اوف استروجين بس والانهيبن، وبيعملوا انهيبيتس اف اس اتش سكريشن باي نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. لكن قبل الاوفيوليشن بيوم ونص ليومين من 36 ل 48 ساعه، الهاي بلاد ليفل اوف استروجين بيعمل ستيميوليشن للسكريشن بتاع ال ال اتش سيرج باي ا بوزيتيف فيدباك افكت ذات بروديوس اوفيوليشن. وبرده على زي ما في ال اتش سيرج في اف اس اتش سيرج، يبقى الهاي ليفل اوف استروجين ستيميوليت السكريشن في ال اتش اند اف اس اتش باي ا بوزيتيف فيدباك افكت ذات بروديوس اوفيوليشن. وده من اشهر البوزيتيف فيدباك ميكانيزمز او الفيدباك سيركويتس اللي انتوا خدتوها قبل كده، اللي هو البوست فيدباك افكت بتاع الاستروجين اللي بيحصل قبل الاوفيوليشن بيومين او من يوم ونص ليومين. الفيدباك كنترول اوف اوفريان فانكشن زي ما احنا شايفين الفيجر هنا على اليمين، في نيجاتيف فيدباك اوفر موست اوف ذا سايكل، يعني اغلب السايكل في نيجاتيف فيدباك. الهايبوثالامس تطلع الجونادوتروبين ريليزنج هرمون،
يروح على البيتيوتري جلاند يطلع ال LH وال FSH، يروح على الاوفر يطلع الاستروجين والبروجسترون، على اليوترس يروح ايه يعمل اندوميتريوم تشينجز اللي بتحصل ديورينج الاندوميتريال سايكل. البوست في الاستروجين والبروجسترون يعملوا نيجاتيف فيدباك افكت اوفر موست اوف ذا سايكل، يعني اغلب السايكل على طول الاستروجين والبروجسترون بيعملوا نيجاتيف فيدباك سواء الليفل بتاعهم عالي او قليل زي ما احنا لسه قايلين. لكن قبل السايكل ب 36 ساعه ل 48 ساعه بيبتدي يحصل بوست فيدباك افكت بالاستروجين، يبتدي يحصل سكريشن ال LH وال FSH باي ابوست فيدباك ميكانيزم. البيوبرتي it means onset of adult sexual life، بداية ال adult sexual life. الميكانيزم بتاعتها بتبقى gradual increase in the secretion of gonadotropin hormones. زي ايه او هما ايه ال FSH وال LH؟ بيبقوا secreted من ال anterior pituitary، بيبقوا موجودين قبل البيوبرتي بس السكريشن بتاعهم بيبتدي في العام الثامن من العمر ان هو يبتدي يزيد، ويبقى على هيئة pulses، على هيئة pulses ما بيبقاش continuous secretion، بيبقى على هيئة pulses، بيبتدي في العام الثامن ويوصل القمة بتاعه ما بين سن 11 ل 16 سنة في الفتيات، في المتوسط بيبقى سن 13 سنة اللي هو سن البلوغ. الفاريشن في الانست اوف بيوبرتي، اول حاجه جينيتك فاكتورز، بنقول في كورليشن ما بين الانست اوف مينارك ان ذا ماذر اند دوتر، في كورليشن ما بين الانست اوف مينارك ان ذا ماذر اند دوتر، يعني السن اللي بيحصل فيه المينارك في المذر والدوتر بيبقى مقارب لبعض او في تناسب ما بينهم. ستيت اوف نيوتريشن، بنقول الستارفيشن ديلاي بيوبرتي، المجاعة بتأخر البيوبرتي. البودي كومبوزيشن اند فات ديبوزيشن، الاوبستي ديلايد منارك واللو بودي فات كان ديلاي بيوبرتي اند انهبيت الاوفيريشن. يبقى سواء الاوبستي او اللو بودي فات بيأخروا عملية البلوغ وممكن يمنعوا الاوفيوليشن. جيوغرافيك ديستريبيوشن، الديستانس فروم ذا ايكويتور، المسافة من على خط من بعد من خط الاستواء، واللو التيتيود اللي هو تحت مستوى سطح البحر، يبقى مصاحبين لبداية مبكرة للبيوبرتي. ايه الستيجز اوف بيوبرتي؟ ستيج 1 ذا لارك اللي هو ديفلوبمنت اوف بريست، ستيج 2 بيوبارك او ادرينارك، برضه في ناس بتسمي ستيج 2 دي بيوبارك او ادرينارك، الديفلوبمنت اوف اكزيلاري اند بيوبيك هير، ستيج 3 منارك ذا فيرست منسترال سايكل، ستيج 4 جروث سبيريت ان ذا فيميل ات ستارتس ات ذا ايج اوف 11 تو 12 ييرز اند اندز ات 13 اند هاف ييرز. يبقى النمو اللي بيحصل اللي هو سبيريت جروث سبيريت ده اللي هو بيحصل مره واحده، بيبقى بيبتدي في سن 11 12 سنه وبيخلص بدري عند الفيميلز عند سن تقريبا 13 ونص. المينيبوز، المينيبوز معناها ستيشن اوف منستريشن، وده بيحصل ما بين سن 48 ل 54 سنه، لما يحصل ان المنسترال بيرودز ما تبقاش موجوده فور 12 كونسيكوتيف مانثز لمده 12 شهر متتابع ورا بعضه، فبنقول عليها نطلق عليها المينيبوز. وظائف الجهاز الفيميل ريبرودكتيف سيستم بتبتدي يحصل لها ديكلايننج او بتقل. Number of oocytes in the ovaries بيحصل لها depleted by atresia، numbers بتقل، فبالتالي افراز الاستروجين والبروجسترون بيقل. The ovarian responsiveness to LH and FSH decrease، مفيش oocytes، مفيش follicles، فبالتالي responsiveness ovarian responsiveness to LH and FSH decrease. السايكلز بتبتدي تبقى unovular وirregular، تبقى ما فيهاش اوفيوليشن وتبقى غير منتظمه قبل ما تقف خالص، بيفور سيزن كومبليتلي قبل ما تقف خالص. الاستروجين بروجسترون كونسنتريشنز فول، الاستروجين بروجسترون كونسنتريشنز فول بيقل طبعا، قلنا الاووسايت بيحصل لها اتريزيا فتبقى ديبليتد من الاوفريز، الاستروجين بروجسترون سكريشن بتاعهم بيقل، الاف اس اتش والال اتش سيركيليتنج كونسنتريشنز ار هاي. ليه؟
مفيش لوس اوف، مفيش نيجاتيف فيدباك انهيبيشن باي استروجين، ما بس ما بنشوفش ال ال اتش سيرج. تاني الاستروجين بروجستون كونسنتريشن بيقل لان الاوسايت حصل لها اتريزيا وديبليتد من الاوفرز، مفيش اوسايت تطلع استروجين ولا بروجسترون. الاف اس اتش والال اتش سيركيوليتنج ليفلز ار هاي عشان مفيش نيجاتيف فيدباك انهيبيشن بالاستروجين. كان الاستروجين بيعمل ايه فيدباك انهيبيشن للاف اس اتش والال اتش، دلوقتي مفيش استروجين فبالتالي الاف اس اتش والال اتش بيبقوا عاليين، بس ما بنشوفش ال اتش سيرج، ما بيبقاش موجود ال اتش سيرج. اللوس اوف اوفرين ستيرويدز ريزلت ان ايه؟ ايه الحاجات اللي المانيفيستيشنز بتاعه المينوبوز او اللي بتظهر على الفيميل بعد سن الياس؟ بيبقى فيه فاجينال دراينس، يوتراين ماسل فايبروزس، لوس اوف ذا بريست تيشوز، ديبريشن اكتئاب يعني، نايت سويتس، هوت فلاشز، increased risk of myocardial infarction، increased bone resorption resulting in osteoporosis، osteoporosis اللي هي هشاشة العظام. The changes can be treated by hormone replacement therapy، ممكن ال changes دي بتتعالج بالهرمون replacement therapy في بعض الحالات اللي هي بتبقى ال manifestation فيها زيادة شوية.